اهلا وسهلا بحضراتكم، ورجعنا من الفاصل. خلصنا الحجازيه بتاعتنا، سويناها وقطعناها ورصيناها لكم على الطبق اهو. ادي التقسيمه اللي احنا عملناها بظهر الشوكه زي ما يكونوا هي عجينه كده اهوت. طبعا ادي الحجازيه بتاعتنا، جبنا برتقانيه قطعنا نصها، حطينا شويه زبيب، يعني بنجمل حاجاتنا ليكم كده اهوت. حته ريحان جميله او نعناع مفيش مشاكل، وهنحطها كده اهوت عليها. حتى لو الزبيب وقع مش مشكله، تبقى حاجه جميله ولذيذه. وادي حاجاتنا قدامكم مفيش اي مشاكل، بالهنا والشفا مع الشيف خالد. هتلاقوا احسن حاجه واحلى حاجه وابسط حاجه. والى اللقاء في حلقات قادمه معانا. نكون ارجو ان انا اكون وفقت في ان اقدم لكم حاجه كويسه، والى اللقاء في حلقه.